ضيفتنا اليوم بإن تاون هي ضيفة عزيزة على قلبنا، نستعين فيها من فترة لأخرى حتى نتعرف على كل شيء جديد بعالم تصفيف الشعر والسرعات والقصات والموضة بهالمجال. فادية المندلق، أهلا وسهلا فيكي. هاي اليوم فادية بدنا نحكي عن حالة التجدد اللي دايما فيها، إن كان أنت أو صالونات فادية المندلق، أفكار جديدة مش موجودة بأي صالون آخر بلبنان رح تعرفين عليها بالتفصيل. خلينا نبدأ مع النو لوكيشنز لإلك. أنت حاليا عندك فرعين، شو الجديد بهالموضوع؟ عم ننقل أول شيء من بالزلقة، عندي فرع الأساسي، عم ننقل على فرع جديد، فرع أكبر، وبفردان كمان عم بغير بفردان بس صرت بعين التينة، سو الفرعين مع بعضهم وريلوكيتينج. هلا ما ابتعدتي كثير بالنسبة للفروع الجديدة، شو سبب هو التغيير؟ لأنه I wanted a bigger space، يعني التيم صار أكبر وبدي كبر وجدد، وبتعرفي الكلاينت يعني صاروا أكثر أكيد والكلاينت صاروا أكثر، سو بحاجة لسبيس أكبر. سو هيدا السبب الأساسي، بلس إنه كنت حابة I wanted to add more services، يعني قصص جديدة. بتعرفي نحن صرنا بعصر كتير سريع، والمرأة قدي بقدر أنا لبيها وأعطيها قصص تقدر تستفيد بالعادة، عصر السرعة والمرأة العاملة والأمهات العاملات كمان، فالوقت عنصر أساسي لقالون، وكل ما وفروا وقت واختصروا الوقت كل ما كان، كل ما قدروا يقدروا يعملوا كذا سيرفيس بذات الوقت، يعني بذات المجي مثل ما بيقولوا، تستفيد يعني اكثر. سو مثل ما قلت لك السبيس اكبر، سيرفيسز جديده، صار في عندنا غير انه اكيد في شعر، الميك اب، عندك مساج، عندك هيدي خدمات بنعرفها وموجوده عندك مزبوط. بالصالونات اكيد اكيد، بس انت الجديد بحاجه كنت لمساحه اوسع يس، لانه الستاف صار عليها افكار جديده، تيم صار اكبر كمان. سو من هيك عندنا الهاي تك، هيدي كمان ضفت يس، هيدي شغله يعني برجع انا لاني ام وومن، ما بتخطر على البال بيسال لانه انا شو يعني خطر على بالك؟ ما هو هيدي هي دائما بفكر بالقصص اللي انا بحب اعملهم. سو من هيك بحب انه لبي الكليون تبعي شغله 20 مينت، بتكون حتى الصبغه بهيدا الوقت ممكن تستفيد، بتكون عندي جلسه رياضه، جلسه رياضه. سو هيدي شغله كمان يعني بتسهل لها. بلس في نيرسري از ويل. بس لدقيقه وبنرجع نكمل حديثنا بالتفصيل. نرجع لحديثنا مع الهير ستايلست فادية مندلق، عم بتخبرنا عن الفروع الجديدة والخدمات الجديدة اللي أضافتها بهالمساحة الأكبر، الكلاينت صاروا أكثر، طلب صار أكثر كمان مزبوط. وهون في أفكار يمكن ما بتخطر على البال، كنت عم تخبرينا عن جلسة رياضة ممكن نعملها نحن وعم نعمل لون لشعرنا. مزبوط، ممكن نعمل الهاي تك which takes 20 minutes، 20 دقيقة من وقتنا، أنت وحاطة الصبغة، نلبس الفست والتيب أكيد بتعملي، بتخلصي بتغسلي شعرك، بتتحمل، بتعملي سولاريوم، يعني قد ما بقدر ضيف قصص I like to، يعني nursery as well for the kids، بس تعرفي نحن كمان المره ما عندها وقت والولاد تركتهم بالبيت عند هيدا، بدها تعمل صبغه ولون وقص، هيدا منهم ثلاث اربع ساعات وبتعطي لهم وين بدها تحط الولاد. ما هيدي ما هي هي، سو اكيد في حدا مختص بيهتم بالولاد وفي لهم انترتينمنت صغير، اكيد في كافيتيريا ساندويتشز، من جوا نحن ثلاث اربع ساعات بدنا ناكل اكيد. سو هول القصص الموجوده، كافتيريا مش مطعم يعني خفيف، انه ساندويتشز درينكس، لايت سالاد درينكس، جوسز، يعني الاكل اكيد كله لايت بده يكون طبعا. اذا بدهم يعملوا هاي تاك ضروري، ايه ما ضروري اكيد. كمان في عندي نيو سيرفيس اللي هو الكونسلتنسي، هيدي شغله جديده ضفتها، هيدي كرمال الكليون حابه تعرف شو بيلبق لها. هذه يعني مش الاستشاره اللي بيقدموها كل الصالونات، تعال نفحص شعرك، لا مش هذا الشيء، مختلف تماما. ممكن تدق بس تجي تاخذ كونسلتنسي لهي تعرف شو بيلبق لها، شو الالوان لها، اي قصات بتلبق لها لوجهها، اي الوان لبشرتها، شو الميك اب، اي برودكتس which is good for her skin as well، اكيد في عالم مختصه للموضوع، حتى ستايلينج. مش بس عم نحكي شعر فاتي، يعني بنبدا مع الشعر everything. اكيد from top to toe، يعني حتى the way she dresses، stylist، الوانها،
what she should wear. بتعرفي كثير مهم تعرف المرأة if she is a cool person or a warm person. هون عم نحكي عن الكالر باليت. الوان والالوان باليت الالوان تبع الشعر ميك اب اند كلوز، يعني شو اللي بيعطيكي بون مين، شو اللي بيلبق لك اكثر. سو هيدي شغله حلوه، ممكن تجي الكليون بس تعمل هيدي الجلسه وتاخذها لإلها تتركها معها او تكفي كمان. It's a free consultation. No, it's a service. No, no, it's a service. أكيد هيدا موعد تاخد. يعني أي سيدة ممكن تتصل وتاخد موعد. مزبوط. وبتحصل على هالاستشارة. أكيد. وبيصير عندها فايل لإلها. بينعمل فايل أو ملف خاص لإلها. ملف خاص لإلها وممكن تاخده لإلها. موجودة فيه كل المعلومات. Yes. So تاخده معها. Of course, because it's for her to know. يعني it's all about educating. The clients يعني مش educating بس انه عم تقولي لها شو اللي بتنصحيها شو بيلبق لها، لانه كثير مهم هذا الموضوع. يعني شو الالوان، شو التغيير صغير او بسيط بيعمل فرق كبير قد ايه. اذا طبعاً فتحنا لون الشعر درجه او غمقناه درجه بنضوي الوش كله. اكيد مثلا بالالوان بالشقار قد ايه عندي categories، يعني you have so many. يعني اللي بتكون اكثر warm بيلبق لها اكثر الجولد، الوارمر بلوند كراميل، اللي بتكون cold بدل ايس كولرز جراي. يعني بتعرفي بيأثروا كثير. صحيح. يعني هون عم نحكي على عن مجموعه متخصصين فادي، مش طبعاً بس متخصص بالشعر. اكيد طبعا كله بيكمل بعضه، يعني سكين سبيشالست، كلوذينج سبيشالست، ايمج كونسلتنت، كلهم موجودين حتى يهتموا بضيوفك. حلو كثير. حلو هالخدمه. فاذا قلنا فرعين جدد، خدمات جديده اضفتيها كمان، هيدي بالاضافه للاونلاين سيرفيس اللي انطلقتي فيه من فتره اللي كمان اضفتي له افكار جديده. كمان في صار في الاونلاين سيرفيس لانه انا عامله ماي اون لاين اللي هي مستحضرات للشعر، يعني شامبو، تريتمنتس، تغذيه للشعر، سيرم، برشز، الفراش اللي نحن بنستعملهم، يعني الكليون بتحب تاخذه معها على البيت تستعملها هي. بلشنا نشوف هون. ايه مزبوط. هون هون عم نحكي اونلاين انترنت، يعني بنعرف كان فينا نطلب. يس يو كان دو ات اون لاين اند يو كان دو ات في الانستغرام بيج كي باي فاديا المندلك، بتفوت عليها ممكن تطلب. هذه مجموعه مستحضرات خاصه بالشعر، عناية بالشعر. بالشعر، رموش، جلو، كل شيء ممكن تعوزه. خلينا نشوف بعض البرودكتس الموجوده. yes. عندك، وهون في اسعار خاصه كمان. طبعا اكيد دائما السعر شوي بيكون. شو هيدا فاديا؟ هوليك الارغون. انا عندي السرير الارغون، الارغون اويل، عندي الجينجر، عندي التي تريت، كل واحد للشعر الخصوصي، يعني اللي شعره كثير بزيت اللي بده فوليوم، الارغون بيعطي حيويه بيقوي الشعره. وهيدي فورمولا صنعت خصيصا لصالونات فاديا مندلك. yes. مش برودكت انت استحليتيه بالخارج. no. استوردتيه على لبنان. بس نوضح it took me five هيدا years. مجهود سنين، سنين شغل لطلع. سنين لإلك. هيدا بدك تعتبري برودوي عملته لإلي. نو خاص لإلي. وانا حبيت، يعني دائما بحب كل شيء انا بشتغل فيه يكون شيء انا بستعمله لإلي. سو انا شوي بيكي بهذا الموضوع. خليني اتوقف عند هالنقطة بالذات فاديا، وبتصور هيدا اللي يميزك عن غير هير ستايلس، انه بتقيسي الشغلة على حالك، بتفكري انه يعني بالنسبة للخدمات الجديدة اللي اضفتيها، فكرتي بالمرأة المعاصرة اليوم، طبعًا. شو حاجاتها، شو التحديات اللي بتواجهها، وحاولتي تلاقي حلول. أكيد. يعني بالوقت اللي بنقعد عند الكوافير او بالصالون ثلاث اربع ساعات، عم نستفيد قد ما فينا من هالثلاث اربع ساعات حتى نحقق اشياء بنتمنى نعملها، ولكن الوقت ما بيكفي. مظبوط. ما من هيك انا مثل ما قلت لك، يعني حتى الفراشه، رموش، انا هي شغله انا بستعملها، يعني بحط بتلاقي اذا عرفت تركبت رموش لحالها بتحط الرمش حمرة يو لوك جود، يعني شيء بيهون لها وبيساعدها. حتى عند الكويكيز الاكستنشن، الهير اكستنشن كمان، يعني كثير بركز دائما انا على الكواليتي اوف ذا هير. وهون كمان عندك شيء خاص لإلك. ماي اون لاين از ويل. يس كمان اشتغلنا عليها كثير، لانه برجع بقول لك شيء انا بستعمله لإلي. بين صالون واخر طبعا بالنسبه للكواليتي الكواليتي اكيد. وكمان وضع هالخصل اللي اوقات بيأذي كثير الشعر، وكمان انه نشيلهم ممكن يكون مأذي اكثر من وضعه. واللي هاو يو ابلاي ات تو ذا هير، في طريقة معينة، يعني مش بس من لزقهم، في طريقة معينة حتى ما تأذي الشعرة، بلس إنه الجلو كثير مهم للشعرة تضل عم تتنفس، ما فينا ما فيك تقسي على الشعر، يعني أنا وقت اللي بشتغل ما إنه جلو موحد بكل الصالونات فاديا؟ نو نو طبخة كله، يعني كل مثل كل البرودكتس بيبقى في ديفرنت، في قصص بيضيفوه عليهم. كثير مهم مثل ما كنت عم بقول انه الجلو للشعر تضل عم تتنفس. انا بشتغل فيهم طبعا دائما بقول لانه هولي
اول شيء ان كان بالالوان بيعطوك الوان تستعمليهم حتى لما تعب الشعره، كريزي كولرز للشعره كثير رقيق، ما حب تحط اكستنشن كليبس يلي هو بالنسبه لي ثقيله على الشعره. يعني شيء يكون لايت اكيد ما يضر الشعر لانه يعني في مصداقيه، يعني بالاخر انا بس عم بشتغل مع الكلاينت تبعي ما بقدر سمعتي. يعني ما بقدر اعمل لها شيء ممكن يضرها، بالعكس. سو من هيك انا شوي بيكي زياده بهذا الموضوع. مش بس هيك ما بتقتنعي الا ما تكوني مجربه كل شيء بتقدمي لزبوناتك. مزبوط اكيد فور شور. وحتى عندنا واكس وجيل للفورمان يعني از ويل. عم تستقبلي رجال عندك بالصالون؟ يس، يونيسكس صالون. خبرينا عن فروعك خارج لبنان. عندي بقطر 4 فروع، عندي بدبي وبابو ظبي وببيروت بالزلقه وبعين التينه. والفرع الجديد صار بثاني ميله بوجه الفرع اللي عندي هلا ببنايه بنك عوده طابق الاول. وانت عم بتكوني موجوده بكل الفروع طبعا، مش بتختاري فرع اللي هو الفرع الاساسي وبتبقي فيه، بتتجولي بكل الشهر حتى تكوني موجوده تقريباً. يعني ايدك بتضل مثل ما بقولوا براس الزبون. اي هاف تو اول شيء مش بس يعني تلبي الكلاينتس كلها، بس از ويل تو ابديت اول ماي امبلويز. يعني يو نو هيك شغل بده تيم، بلا تيم ما فيكي. سو حتى لي ضلني عم جدد لهم كله بنفس المستوى. اكيد طبعا بكل يعني اذا انا معودة على حدا وفدت على صالون فاديا مندلي ما بدي اتلهم انه اذا حدا تاني عمل لي شعري ما راح يطلع حلو ابدا. وهيدي كمان حالي بمعظم الصالونات لبنان. لا طبعا كلهم they're educated، كل واحد عندك عالم مختصة بتشتغل قصص. سو كثير مهم حتى البرمة انه بتضلك تطلعي حتى لي اعمل لهم ابديت، شوفي شيء نيو، يعني تيضلهم عم ياخذوا روح الشغل هو ذاته بكل الفروع. واكيد بتقول ثانك يو للاداره المانجمنت يلي هو جوزي طبعا وخيي الموجود معنا. يس مزبوط، يعني كثير مهمه كمان لانه هن عندهم يعني هن اساسيه بهذا الموضوع. بتعرفي ام ان ارتست بيشتغلوا معك على الارض اكيد، هن اللي بضلني معذبتهم معي. الكرياتيفيتي عندك والشغل الحقيقي لهم، معلي خلينا نقول مزبوط. لا ما هي اتس ترو اتس ترو. بتعرفي يعني واحد ما فيك تركزي على الشغلتين. صحيح. سو نيد مانجمنت تيم. اداره مزبوط. بدك اداره مسؤوله اكيد حتى تقدري انت تقدر انا اعطي وكون مرتاحه وتكوني خلاقه اكثر مثل ما عودتينا دائما. شكرا لك فادي، بنشوفك بحلقه مقبله. اهلا وسهلا. هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كل المعلومات والمواضيع اللي قدمنا لكم اياها. فريق العمل رح يبلش شغل بتحضير لحلقه نهار السبت. كونوا على الموعد كمان 2:30 الصبح. بتمنى لكم بقيه نهار ممتع. الى اللقاء بحلقه جديده.